بمعنويات مرتفعة وطموح كبير يدخل منتخب مصر لكرة اليد مواجهة حسم الوصول إلى دور الثمانية بمونديال اليد أمام سلوفينيا وسط ترقب عالمي لتلك المباراة القوية. مجموعة مصر في الدور الرئيسي للبطولة يتصدرها منتخب السويد برصيد 6 نقاط، يلي فراعنة اليد بنفس عدد النقاط، وتأتي سلوفينيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم الاتحاد الروسي ب5 نقاط أيضا، وبيلاروسيا بنقطتين، وأخيرا منتخب مقدونيا متذيل المجموعة بدون نقاط. أداء الفراعنة جعل جميع المنتخبات حذرة عند مواجهة أبناء النيل الذين يقدمون ملحمة تاريخية مهارية تكتب بحروف من ذهب في مونديال 2021، ويكفيهم اليوم التعادل أمام سلوفينيا للوصول لربع النهائي. بطولة العالم لليد لم ولن تتوقف فوائدها عند منتخب مصر الذي كتب اسمه بين الكبار في المانشيتات العالمية فحسب، بل سلطت جميع وسائل الإعلام العالمية الضوء على مهد الحضارات حينما تغزلت جميع الوفود والبعثات المشاركة في المحفل العالمي بمناخ مصر وطبيعتها الساحرة وانبهارهم بالأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع حين زاروها والتقطوا عندها الصور التذكارية. كما أشادت الوفود أيضا بكافة الإجراءات الاحترازية والنظام الطبي المتبع في البطولة ليكون المشهد بعنوان مصر تتحدث عن نفسها بكلمات شاعر النيل حافظ إبراهيم وألحان السنباطي وصوت أم كلثوم. مرحبا بحضراتكم، أول فقرة حوارية، وزي ما احنا كده شفنا هي مصر بتكلم عن نفسها في مونديال اليد. الحمد لله يا رب، سواء على يعني مستوى منتخبنا الوطني أو حتى بالتنظيم أو بتصدير الصورة الحضرية للناس كلها. النهاردة منتخبنا كمان في مهمة قوية، اللي احنا بنتكلم عن منتخب سلوفينيا إن شاء الله تحسم للأهلي، ونتكلم هنا يعني التأهل بقى لدور الثمانية. ويكفي كمان إن احنا نقول منتخبنا يعني التعادل، بس بإذن الله هنفوز. احنا يعني مش عايزين بس عادل، عايزين ان شاء الله نفوز، هي هتكون مباراه قويه. هنتكلم على كل حال يعني عن المنتخب، وكمان استغلال البطوله زي ما انا وكريم كنا بنقول في بدايه الحلقه سياحيا مع ابنه النادي الاهلي، هي منورانا مي هشام كابتن فريق يد الاهلي السابق وكمان مدير الترويج السياحي للاحداث الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه حاليا. يا صباح النصر. صباح الفل، منورانا، اهلا بيكي، سعداء لوجودك معانا. وعندنا طبعا مواضيع كتير نتكلم معاكي فيها، وعندنا ملفين مهمين، يعني ملف يعني البطولة وكرة اليد وفكرة الترويج للسياحة، فعلا الترويج السياحي من خلال فعالية دولية بالمعنى طبعا الحرفي زي دي. فتعالي نبتدي معاكي من الأول خالص، بس نتوقف للحظات عن مباراة النهاردة ورؤيتك لمباراة النهاردة ولقاء مصر وسلوفينيا الساعة 7 إن شاء الله. مباراة النهاردة قوية جدا، ويتوقف عليها ترتيب، ويتوقف عليها تحديد احنا فين وهنقابل هنقابل مين الناحيه الثانيه بالمجموعه الثانيه. فده مهم جدا ان احنا نكسب. يعني انا بعترض مع حضرتك، التعادل مش لا يعني على فكره ده اللي انا بقوله. مش عايزين نتعادل، احنا مش عايزين نقولها. مش يعني عايزين نقولها اصلا، يعني الموضوع ده يعني عارفه هو بيقول لك ايه، احنا الناس تقول لك يا رب ما نخسرش، لا احنا عايزين نفوز. بالزبط. ان شاء الله البطوله دي كلها تبقى مصريه باذن الله. يا رب. يعني يا رب. طيب، ماتش قوي وكان فيه ماتشات اقوى، ولكن برضو الحمد لله احنا زي ما بتقولي كده مش بتحصل مفاجآت، بس بنتوفق. يعني احنا برضو فريقنا مش سهل، وعندنا لعيبه اثبتوا نفسهم. نتكلم كمان عن احمد الاحمر، يعني وفي الاول وفي الاخر ده لاعب منتخب مصر. أكيد. فأداء رائع على الأرض كان بيتم. خلينا برضو أنت يعني الملف ده بتاعك، إزاي شايفة رؤيتك كده إن شاء الله لو فزنا النهاردة بقى اللي جاي إيه، عشان برضو الناس تبقى فاهمة، نبسطها لهم. بس لو كسبنا النهاردة هنشوف النهاردة تقريبا معرفش السويد هتلاعب مين، هنشوف برضو النتائج. بس إحنا عامة موقفنا جيد جدا لحد دلوقتي، معنا 6 نقاط، والسويد معاها 6 نقط. احنا عوضنا بقى احنا عوضنا بقى التفصيله دي. سلوفينيا 5 نقط، ف يعني لازم نكون احنا متصدرين. بالظبط. طيب، على الاقل نطلع على صعيد مجموعة. على صعيد بقى الترويج للسياحه، مفيش شك ان الكورونا
الدنيا عالميا مش بس عندنا، احنا بنتكلم على الصعيد العالمي كله. واكيد لو ما كانش في هذه الجائحه، لو ما كانتش موجوده، كان هيتم الاستغلال بالصوره الامثل لتواجد يعني مندوبين من العالم كله ودوله المختلفه في هذا المونديال. فالى اي درجه الكورونا اثرت على يعني حجم الترويج للسياحه المصريه من خلال هذه الفعاليه؟ هي انا هتكلم من ناحيه فنيه الاول. انه عدم وجود الجمهور هو اثر علينا احنا، ومش هيبان دلوقتي، هيبان في الادوار اللي فوق الاصعب. هنبقى محتاجين جدا، او منتخبنا محتاج جدا دعم الجمهور. يعني الجماهير تبقى معاه ويحسوا قد ايه احنا معاهم وقريبين منهم جوه الملعب. فده طبعا اتحرمنا منه، بقينا زينا زي الغرب. مظبوط. اعتقد قصه ان احنا نروج سياحيا، احنا ما روجناش قد ما المنتخبات نفسها روجت لينا من خلال الفيديوز المضحكه اللي هم عملوها، زي منتخب المانيا وهم بيحلقوا شعرهم لبعض، وحاجات كلها كوميديه جدا عملوها جوه الاوتيلات. الصور اللي اتصوروها اليابان وهم عاملين الجوله بتاعتهم في الهرم، كل دي هم عملوها وصوروا نفسهم وبعتوا الصور وحطوها على السوشيال ميديا. فده بالنسبه لنا ترويج كبير جدا، هم اللي عملوه كمان مش احنا. يعني احنا اتضرينا ان احنا ما كانش في ناس يعني مرافقين للمنتخبات او ناس تيجي معاهم او جماهير ليهم يجوا. اتضرينا من التفصيله دي، ولكن يعني الحمد لله ربنا كرمنا. بالظبط بالظبط، لان هم مرتاحين. يعني النجاح الاداري، خلينا نتكلم، هو كان في اول البطوله والتنظيم. احنا تخطينا بقى المرحله دي الحمد لله، المنتخبات بدات ترتاح نفسيا، واحنا بدانا نطمن على شكل البطوله وان الدنيا تمام. بدانا بقى نخش في التفصيله الثانيه بقى، المنتخبات بدات تطلع اللي عندها، مفاجات بدات تحصل طبعا. تطور اداء رهيب لبعض المنتخبات اللي ما كانتش في الحسبان اصلا. فده معناه ان اللعيبه ارتاحت وبدات تركز في البطوله نفسها، بدات تخش جوه الاجواء. يعني بصراحه ادائهم، يعني عشان ابقى صادقه معاكي، ناس كتير حتى على كانوا مش يعني في الاول ما كانوش فاكرين الفرقه عندنا او المنتخب بتاعنا يعني القوه دي، فهم ابهرونا كلنا طبعا. مش فكره ان احنا مش واثقين فيهم، بس فعلا احنا شفنا اداء عالمي. يعني انا مش بجامل المنتخب بتاعنا، بس فعلا احنا عندنا لعيبه محترفه يعني على المستوى خلينا نقول الدولي. هروح بقى، بما ان احنا خلاص فتحنا ملف الترويج السياحي، بصي السياحه الرياضيه ما زي ما انت عارفه ده ملف برضو، ملف قوي جدا وملف بيجيب عائد كبير جدا، ودول بتشتغل عليه. يعني هي بتخلق احداث رياضيه علشان تروج للسياحه بتاعتها. مصر يمكن مش من الدول اللي محتاجه تخترع، هي عندها ما يكفي من امكانيات اصلا، ويعني ربنا رازقنا بحضاره هي بايعه نفسها زي ما بيقول. يمكن فكره كورونا، انا مع كريم جدا ان هي اثرت طبعا، ولازم كان يبقى في جمهور وغيره، ولكن انا من الناس اللي شايفه التكنولوجي في السوشيال ميديا. والتكنولوجي انا ممكن اروج للمنتج بتاعي من غير ما اي حد يجي لي اصلا. فده ملفك، ازاي ممكن نشتغل على فكره هنا الترويج من خلال السوشيال ميديا مهما كانت الظروف اللي بتحيط بينا بقى؟ هو فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف مهم جدا، ان احنا نبتدي نروج للبحر الاحمر ولجنوب سيناء غردقة وشرم، ونحط ملف ترويجي إعلامي على السوشيال ميديا ونبيعه للدنيا كلها. فدي فالدولة شغالة من اتجاهات تانية. يعني دي لجنة كبيرة من وزارات معنية على أعلى مستوى، إزاي نعمل مادة ترويجية إعلامية تذاع في العالم كله علشان نقوم الدنيا. وأعتقد البطولة فرقت معانا قوي ان تقول ان مصر فيها عوامل امان كافيه ان انا اروح اتفسح فيها. فيمكن يعني الدوله كلها بتتحرك في الاتجاه ده، مش بس احنا. يعني يا دوبك احنا معنيين فيما يخص الرياضه فقط، انما الدوله كلها بتتحرك. طب تعالي نرجع لنفس من شويه والتاثير السلبي لكورونا، ولكن بعيدا عن المونديال، اكيد انت برضو بحكم يعني انت مسؤوله عن هذا الملف، ملف الترويج للسياحه من خلال الانشطه الرياضيه والفعاليات الرياضيه المختلفه، برضو حجم التاثير عليكم بقى وعلى الخطه اللي انتوا كنتوا حاطينها من اول ما يعني بقيت انت مسؤوله عن الملف ده، اكيد كان عندكم خطه طموحه
مش متاخد في الاعتبار فيها ان هيبقى في حاجه اسمها جائحه كورونا هتقعد كل العالم في البيوت. اكيد. فانعكاساتها ايه بقى على الخطه اللي انتوا كنتوا حاطينها، وايه اللي منها ممكن يتاجل وايه اللي منها مضطرين تلغوه؟ في حاجات بتبقى الاتحادات طبعا، احنا عندنا اجنده للاتحادات المصريه وبطولات رسميه موجوده في الاجنده بتاعتنا، وفي حاجات وايفنتات واحداث رياضيه وفعاليات للقطاع الخاص. طبعا الاتحادات الموضوع قل جدا، فممكن في السنه نعمل 5-6 احداث رياضيه فقط. كان بيترتب عليه ان في ناس مرافقه للمنتخبات بتيجي او للفرق اللي بتيجي، الكلام ده طبعا وقف، فبقينا بنشتغل بس على الناس المشاركه في الحدث. لكن المنتخبات نفسها من غير المرافقين يعني، هل نظرا للظروف الحاليه والفقاعه الطبيه مفيش بقى الرحلات اللي كانت متوقع ان هم يطلعوها والصور طبعا ده كان يعني كان هيبقى لينا شق كبير جدا في البطوله، وللاسف يعني خسرناه، ولكن اتعوض بطريقه غير مباشره زي ما انا قلت لحضرتك. بس طبعا كنا يعني عاملين جولات، واصلا الاماكن اللي معمول فيها الصالات بتاعتنا والتجمعات الاربع صالات بتاعتنا حواليها اماكن طبعًا. يعني 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 في منتخب راح الساحل وتصور مع المياه وبرج العرب، فيعني قصدي انه احنا كنا مرتبين من الاول، او يعني الحمد لله توفقنا ان احنا نختار الاماكن، وبنيتنا التحتيه يعني مخدومه، وفي حاجات بتضلل عليها زي ما بيقولوا اوتيلات، اماكن سياحيه، مزارات، فكنا هنشتغل شغل متكامل، ولكن يعني الحمد لله مهمة بس المنتخب يكسب، احنا في المرحلة دي دلوقتي ان شاء الله. لا بس فعلا عايزة اقول لك كمان، اكيد احنا كلنا تابعنا وانتوا اكيد وصل لكم ان في ناس كانت بتقول او بتراهن على ان التنظيم مش هيكون بالشكل الملائم، والصالات مش عارف هيحصل فيها ايه، ويا جماعة انتوا يعني الثقافة دي ما زالت عندنا. بصي الدول كلها بتتجه لفكرة الترويج والسياحة الرياضية زي ما احنا كنا بنقول، والبعض عندنا لسه فكريا معتقد ان ده ترفيه، مع ان ده بالعكس ده اصلا اساس العائد وبيساعد في زيادة الاقتصاد، ويعني عايزة اقول وزيادة الدخل وكل حاجة، يعني هي أكيد مربوطة، بس أكيد في ناس ما عندهاش هذه الثقافة. احنا كمان بنشتغل على ملف جديد، ملف المعسكرات، سياحة المعسكرات، ويمكن دي من الحاجات اللي احنا اتناقشنا فيها مع السياحة والآثار والتفاصيل دي، انه ازاي نجيب المنتخبات عندنا ويبقى المنتخبات الرياضية او الفرق الرياضية، لان ده مش يعني لازم بيبقى فيه اوتيلات على اعلى مستوى، ولكن ما فيهوش جيم بالشكل المطلوب للمنتخبات دي البروفيشنال، مفيش التراك او الملعب او الصاله القريبه منه، فيعني ربنا يوفقنا باذن الله عاملين حاجه كده انه يبقى في براند للقصه، او يبقى في اعتماد للاوتيلات اللي عندها بنيه رياضيه خاصه أيوة للمعسكرات. حلوه دي، حلوه جدا، ودي من زي الستارز كده، هيبقى في لا الاوتيل ده عنده سياحه، عنده معسكرات. الملف ده احنا كان عندنا فيه قصور السنين اللي فاتت، زي ما عندنا قصور برضو على الصعيد بعيدا بقى خالص عن الرياضه والمونديال، حتى على صعيد السينما يا نهوان، انت بلدك فيها شويه لوكيشنات للاسف الشديد في دول ثانيه قريبه مننا زي المغرب مثلا، عرفت تستغل الصحراء اللي عندها في تصوير اعمال سينمائيه عالميه على ارضها، قيسي على كده بقى حاجات كتير. طيب على كل الاحوال هنرجع للنقطه دي، بس الاول استاذنك الاول نشوف مع بعض تقرير هنتعرف من خلاله على الرسائل الجماهير وجمهور مصر تحديدا لمنتخبها في كره اليد، ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. اتمنى المنتخب مصر ان شاء الله ناخد كاس العالم هنا بتاع الهاند بول، واللعيبه بتاعتنا لعيبه ممتازه ولعيبه كويسه جدا وعلى قيمه عاليه من الاداء. ما شاء الله عاملين اداء كويس جدا، ولعيبه رجاله وبيقدوا باحسن اداء عندهم، ودايما بيلعبوا ان هم بيلعبوا على المكسب، ومش مش في دماغهم بيلعبوا مين. ان شاء الله باذن الله البطوله دي مش هتخرج من مصر، احنا فريقنا قوي، عندنا عناصر محترفة كتير موجودين، والحمد لله إن شاء الله يقدروا يسعدونا ويسعدوا الجمهور المصري كله. هو أداء كويس وممتاز، وهم الحمد لله ماشيين كويس، وإن شاء الله بتمنى لهم التوفيق، إن شاء الله يوصلوا الأدوار اللي جاية، وإن شاء الله نوصل يعني ربنا يكرمنا نبقى
من ضمن الاربعه او السبعه ان شاء الله موجودين. ما شاء الله ربنا يحرسهم، يعني اداء كويس جدا، رائع، اكتر من رائع كمان. يعني زين عامل برضو اداء عالي جدا، ولغايه دلوقتي يعني اداء مشرف، وفرقه يعني بتلعب برجوله يعني، وان شاء الله نحقق البطوله وناخد يعني المركز او باذن الله. ما شاء الله عليه، كل ماتش بيثبت ان هو قد البطوله وقد ان هو ممكن يعمل المستحيل عشان يفرح بلده. واتفرجت على الماتش بتاعهم بتاع امبارح، ما شاء الله عليهم بيتطوروا بسرعه، وانا حاسس ان متفائل خير، وان شاء الله هيفرحوا بلدهم. اداء رجولي طبعا، واحنا متعودين على كده منهم، وهم لعيبه كبار، وان شاء الله البطوله عندنا في مصر وهنخرج بيها من مصر باذن الله، نكسب البطوله ونصدر المجموعه ان شاء الله. هو طبعا منتخب مصر لازم نشجعه طبعا، واقف معاه منتخب مصر، ودي مصر وبلدنا يعني. والله ربنا معاهم، احنا بنتمنى ان هم يكسبوا، يا رب ربنا معاهم. يعني انا بشوف ان التعليقات دي كلها فيها ثقه، فيها يعني كمان رغبه في فوز، فيها ناس عندها امال، عارفه كل ده بيندرج تحت فكره تغيير الثقافه كمان في مصر يعني، وفكره ان الدوله زي ما قلنا اهتمت بالرياضه ورياضات مختلفه مش بس كره القدم، ده خلى الرياضات دي تاخد كمان اهتمام اكتر، وكمان تبقى ليها ترويج عند الناس بشكل اكتر. يعني انا بتهيالي ما كانش من سنه الناس عارفه عن كره اليد مثلا زي دلوقتي، فهماني؟ واللعيبه بتوعهم مش معروفين زي دلوقتي، يعني تحية كبيره، وان شاء الله زي ما كلنا كده بنتمنى يكون الفوز باذن الله مصري. نقطه بقى يا مايل كريم كان بيقولها لك، اعتقد انها مهمه جدا، ويمكن ده جه في اذهاننا كتير، شفنا مسلسلات مختلفه لدول مختلفه بيظهروا جمال بلدهم. طبعا الدراما بتحمل والسينما القبيح والجميل، لان كل دوله فيها القبيح والجميل، ولكن احنا ليه فعلا ما بنستغلش الترويج السياحي من خلال الدراما والسينما زي ما كتير بيستغل ده؟ فدي نقطه عايزين نامل ان في المستقبل يكون فيها تطور اكيد. هو في القصه دي احنا عندنا مثلا بطوله الاسكواش في الهرم بتتعمل، الجونه بنعمل فيها بطوله برضو اسكواش، بقى في احداث يعني، بقى القرعه نفسها موجوده اتعملت حتى في الهرم، احنا بنعرف نشتغل على الملف ده. وبصراحه كل قطاعات الدوله يعني بتساعد ان هي نستضيف الاحداث دي وننظمها ويبقى كلنا شير فيها، مش بس رياضه ومش بس سياحه. بالظبط، هي لجان، واحنا بنشتغل على ده يعني بشكل مكثف، ولكن لازم البطوله تيجي مصر، وبالذات في البطولات الكبيره بيجي لجان من الاتحاد الدولي ويبصوا ويشوفوا، زي ما عملوا طبعا في الهاندبول وبيعملوا في كل الايفنتس الكبيره مع كل الدول طبعا، بيبصوا ويشوفوا هل يسمح، هل ينفع، هل ما ينفعش. فبرضو احنا يعني لو علينا نعمل كل الاحداث بتاعتنا في اماكن سياحيه، ولكن بنبقى مقيدين شويه علشان الإطار الرياضي وبعض التعليمات والإجراءات اللي لازم نحن طبعا نحترمها. طيب رجعينا بقى للمونديال وللمنتخب مصر في كرة اليد، وشايفة مشواره في البطولة دي لغاية اللحظة اللي احنا فيها عامل ازاي؟ هل عندك تحفظات على حاجات معينة؟ هل اتفاجئتي بأمور معينة متعلقة بمنتخبنا؟ او حتى انت كنت من شويه بنتكلم قبل ما نشوف التقريره على ان ساعات برضو الامر لا يخلو دائما من وجود مفاجات متعلقه بالفرق الثانيه، يعني فاهم ازاي؟ ايه المفاجات اللي انت شفتيها لغايه دلوقتي في البطوله عموما؟ هي في مفاجاه لسه امبارح، الارجنتين وكرواتيا. يعني احنا كنا بنقول لو طلعنا تاني مجموعه يا رب نخبط في كرواتيا الناحيه الثانيه، الارجنتين طلعت فوق في الجدول، طلعت فوق كرواتيا، ولسه عندهم ماتش النهارده، فكل الناس على اعصابها، او بعد بكره مش النهارده، فكل الناس على اعصابها، والاهم ان احنا نكسب النهارده، وهو ده اللي علينا. ما نفكرش يعني، دايما كنا بنقول كده في الملعب، ما نشغلش بالنا بالتفاصيل اللي بره، احنا عندنا نقطتين مهمين لازم ناخدهم من ماتش سلوفينيا. ماتش سلوفينيا قوي جدا، لان هم عملوا جيم يعني رائع مع السويد، وتعادلوا في اخر ثانيه. السويد مش خصم سهل خالص، مش خصم سهل طبعا، وبصراحه عندهم جرأه. يعني انا شفت منتخبات كتير عامله مفاجآت رهيبه، البرتغال عامله ماتشات تحفه، اليابان امبارح هي والدنمارك،
الماتش يعني انا بنهج قاعده بتفرج بنهج. الماتش سريع جدا والطريق. احنا بقى منتخبنا احنا اخباره لا منتخبنا يعني ماشي بخطى ثابته ولو ان احنا اتكعبلنا كعبله صغنونه مع السويد ولكن انا شايفه ان هي في مصلحتنا يعني ساعات بيبقى فيه خبطه كده للتفويق تفوق الناس وترجعهم جوه الاجواء ويحسوا يعني شويه الواحد لما بيحس يعني. بالظبط لما بحس طعم الخساره وقد ايه انا متضايق ببتدي اتلافى ده في الجيم نفسه طبعا. لا مش هحس كده تاني انا لازم اموت نفسي فهو جه في وقته لانه قابل للتعويض والحمد لله وزي ما حضرتك قلت في حاجات بتحصل من حوالينا زي تعادل سلوفينيا مع السويد ويعني في خبطات حصلت في مصلحتنا فدي احنا قدامنا فرصه كبيره على كل الاصعده واتمنى انا زيك برضو بالزبط. اكيد وكلنا ان يعني مصر تتقدم جدا كمان وعايزه اروح معاكي لان انا بقى اللي بيهمني كمان حراس المرمى يعني عندنا كريم هنداوي ومحمد الطيار والاثنين اسمين تقال ويمكن شفنا كمان في الماتشات بشهاده الكل لعبوا لعبه محترم جدا ف يعني عايزك تكلميني اكتر على حراسه المرمى بيقول لك الهاند بول اصلا حراسه مرمى يعني مين هو في مقوله دايما يقول لك 50% من الفرقه الجول كيبر فاحنا بالنسبه لنا لا يعني انا شايفه عامه في البطوله كلها مستوى حراس المرمى زايد بشكل مش طبيعي يعني بيبقى انفراد واحنا قاعدين في البيت الجون ايه ده مش جون ايه ده في ايه فالموضوع بقى لا في تطور كبير جدا في المستوى ده طبعا تبعا لتدريبات وتبعا لتقنين احمال والنظام جديد في التدريب وشغل كبير جدا بيتعمل للعيبه او بالذات لحراسه المرمى فانا الحمد لله احنا مش بعيد لا احنا يعني الحراس بتوعنا لا يقدروا يشيلوا منتخبنا واعتقد احنا لاحظنا ده بالظبط يعني الحمد لله يعني قافلين الجون وفي ثقه متبادله بينهم وبين اللعيبه ودي اهم حاجه ان اللعيبه تبقى مطمنه ان وراها جون طبعا لان الثقه دي بت بت يعني بتبان قوي في الملعب بالظبط بتبان قوي 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 في الملعب طيب برضه الجزئيه المتعلقه بمساله الفقاعه الطبيه وده كان مصطلح حتى يعني مش مطروق قوي من قبل كده مش مسموع كتير الى اي درجه احنا نجحنا كدوله في تطبيقه بكل تفاصيله وبكل حذافيره وايه حجم انعكاسات ده على الفرق يعني هل في اشاده بتنظيم مصر للبطوله بشكل عام وخصوصا على الصعيد ده فيما يتعلق بمساله الفقاعه الطبيه سمعتي ايه على النقطه هي الفقاعه الطبيه طبعا هو مصطلح تم تفعيله لاول مره عندنا انا بشفق على كل الناس اللي شغالين في البطوله في كل الصالات وفي كل الاوتيلات لان مش بس اللجنه المنظمه لا كمان الاستاف اللي شغال في الاوتيلات طبعا الاوتوبيسات كل حاجه بيتم تعقيمها والمحافظه عليها ان انا بس يعني عايزه اقول حاجه ان الاوروبيين او الدول بالذات الاوروبيه بييجوا لا احنا خايفين على نفسينا احنا يعني هم شويه عندهم تخوف في القصه دي واعتقد ده كان ظاهر قبل في ناس عملت بعض التصريحات على السوشيال ميديا قبل البطوله فاحنا قلقنا كلنا ايه يعني الناس مش هتيجي ولا ايه بس الحمد لله ناس جت وطالما هم بداوا يصوروا نفسيهم ويعملوا الفيديو يبقى هم كانوا قلقانين ولما شافوا اطمنوا فبداوا يلعبوا بس هو مش المفروض ان اي منتخب قبل ما بيوصل بيوصل قبليه مندوبين عنه عشان يتاكدوا من اجراءات السلامه والى اخره اكيد اكيد وهم لما يعني في الاول ما هو مش قبليها بفتره قليله قبليها بفتره يعني مش في يوم او يومين لا بس اسبوع 10 ايام كان كلنا عندنا تخوف يا ترى ايه اللي هيحصل فكنا قلقانين من التفصيله دي يا ترى البطوله طب الناس مش هتيجي طب ايه وفي ناس اعتذرت لان عندهم طبعا حالات طبعا والحمد لله الاتحاد الدولي كان مجهز بدايه انه فلان حضرتك هتيجي مكان كذا فمشي الحال جه وشفنا اللعيبه وهي مبسوطه جدا يعني في لعيبه ما كانتش تحلم ان هي تيجي كاس عالم ويشاء العلي القدير ان هي تحضر النسخه دي وهي اصلا مش مؤهلين اساسا فدي كانت من الحاجات اللي طمنتنا هم جم
واتطمنوا وبداوا يلعبوا. فهو ده اللي انا عايزه اقول، بداوا يتصوروا ويهزروا ويضحكوا، ويمكن في لقطه انا مش في البطوله يعني مش جوه البابل، ولكن انا شفت لقطه بين الشوط الاول والثاني لما بيجيبوا الاستاتستكس اللي بتتعمل، فبيبقى بتبقى الكاميرا لسه على الملعب، في ناس مجهزه طبيا بالزي المعقم القوي ده البروتوكول، وبيعقموا دكه البدلاء لان هيتم التبديل. فهم بيعقموا كل حاجه، كل حاجه يعني شغل على مستوى طبعاً. دولي وده يعني وده مهم محترف. ان الناس تشوفه علشان طبعاً. هم يبقوا مطمنين على منتخباتهم، يعرفوا ان احنا قد الخطوه دي، احنا مش شبح ما كانش عندنا شك ان احنا قدها يعني اصلا. ف لا بس هو حديث عن قصه ان احنا عايزين كبير. نثبت للعالم، يعني انا بحس ان احنا مش محتاجين نثبت لحد حاجه، هي مصر اصلا كبيره، ولو احنا لا مش بقول كلام بجد والله، احنا اصلا حقيقي. دوله كبيره ودوله قد انها تعمل احسن مؤتمر أكيد. واكبر مؤتمر في الدنيا، وده يعني على ارض الواقع اهو بيتم، ولكن احنا كنا حابين ايه نطلع من ده بشويه ترويج للسياحه أكيد. وطبعا اكيد كمان بعد ما المونديال يخلص انا متاكده ان وزاره الشباب والرياضه والملف ده انتوا بقى هتشتغلوا عليه بعد كمان ما ينتهي، مش بس في فتره ان هو شغال. لكل حال بنتمنى دايما التوفيق يعني يا رب لمصر والمنتخب المصري واللعيبه بتوعنا، عندنا امال كبيره جدا فيهم باذن الله يرفعوا راس مصر. شكرا ليك يا مي جدا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات، اتفضل.